فكرة تأسيس المختبر المغربي لهرس الأخبار الزائفة جت من خلال المشروع اللي تبنته حركة ولاد الدرب، هو مشروع المغرب اللي بغينا مغرب إيجابي. فهذا المغرب اللي بغينا مغرب إيجابي درنا دراسة، درنا ان ثينك تانك انترن، لقينا بأن موجة السلبية اللي كتضرب اليوم خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي السبب ديالها هو جوج الحوايج. أول حاجة غياب ديال المعلومة الدقيقة والمبسطة، ثاني حاجة انتشار الأخبار الزائفة اللي كتلقى يعني كتلقى فضاء ملائم ديالها ملي ما كتكونش المعلومة الدقيقة والمبسطة. فمن أجل يعني معالجة الموضوع الأول ديال غياب المعلومة قمنا بإطلاق سلسلة لقاءات شرحوا لنا، ومن أجل معالجة الأخبار الزائفة قمنا بإطلاق المرصد المغربي لرصد الأخبار الزائفة. المختبر الهدف دياله هو أننا كاين مجموعة ديال الأخبار الزائفة اللي كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، واللي كتأثر لأن حتى المواقع الإعلامية كيقدروا ياخدوها، وكتنشر واحد النوع من التدمر، واحد النوع من السلبية عند الشباب اللي احنا ما محتاجينوش اليوم. فالمختبر الدور دياله هو أن فين ما تكون شي خبر لزائف غادي نقوموا بتحليل دياله، نرصدوا يعني لي زوريجين دياله منين جا، ونشروا ديك الساعة عند الشركاء ديالنا اللي هما عبارة على مواقع إعلامية ومؤثرين. طريقة العمل كتكون عن طريق الخلايا، كاين ثلاثة ديال الخلايا اللي كيقوموا بما هو اوبيراسيونيل. الخلية الأولى هي خلية اليقظة، واللي الدور ديالها أنها كترصد الأخبار، يعني كتتبع جميع الأخبار بصفة يومية، كتشوف الأخبار اللي كيديروا البوز. حنا ما كنأناليزوش الأخبار كاملة اللي كتكون في النهار، ولكن الأخبار اللي كيديروا البوز. فهاد خلية اليقظة ملي كتلقى شي خبر كتحيلو مباشرة على خلية التحليل. خلية التحليل شنو كدير؟ كتشد هذاك سميتو هذاك الخبر، وكت إذا كانت صورة أو فيديو أو حتى خبر معلومة، فكتقوم بجميع يعني الوسائل باش أنها تعرف إذا كان صورة أو فيديو كمشوا لما هو تقني، إذا كان خبر كنقدروا نتصلوا بالجهة المعنية، أو أننا كنحاولوا ناخذوا المعلومة رسميا، أو كنحاولوا أننا يعني نستعملوا جميع الطرق باش نوصلوا لحقيقة الخبر. كتحولوا الخلية ديال العلاقات العامة، إذا كان خبر زائف خلية العلاقات العامة كتاخذ داك التقرير ديال الخلية ديال التحليل، وكتبلورو في شكل يعني بلاغ صحفي اضافه لواحد التقرير كيوضح كل شيء، وكنعطيو للشركاء ديالنا اعلاميا والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. المختبر هو مجموعه من الشباب ديال حركه ولاد الدرب، واللي غاديين يجيبوا حتى خبراء وباحثين من ولكن هاد الشباب ديال حركه ولاد الدرب هما شباب فيهم اللي هو اختصاصي في محاربه الاخبار الزائفه، فيهم اللي هو باحث في مجال حرب المعلومه، فيهم صحفيين، فيهم اعلاميين، وفيهم اختصاصيين في تطوير الانظمه المعلوماتيه وديفلوبمون دي سيستيم دانفورماسيون. دونك هادو كاملين تجمعوا بالاضافه للخليه ديال التنسيق اللي كتنسق بيناتهم كامل باش يكون اون سينيرجي لداخل، وغاديين يشتغلوا يعني غيوزعوا المهام بيناتهم. بالاضافه للخلايا اللي تكلمت عليهم كاين واحد الخليه مهمه اللي هي خليه التكوين، وهاد الخليه بالاضافه لتكوين الاعضاء ديال المختبر والناس اللي فيه واعضاء حركه ولاد الدرب غادي تشتغل على انها تكون حتى لي زانترنوت، حتى الرواد ديال مواقع التواصل الاجتماعي من بعد، يعني كخطوه ثانيه باش اننا نكريو واحد اون كوميونيتي دو لوت كونتر الفيك نيوز. بغينا ان يولي عندنا واحد المجتمع افتراضي، يولي المتصفح ديال مواقع التواصل الاجتماعي عنده واحد القابليه وعنده واحد الامكانيه انه بوحدو يشوف الخبر واش زائف ولا ماشي زائف. اكيد ان كاين اخبار زائفه اللي كتاثر فيك، فهو رغم ان يعني المساله كتبقى انسانيا مؤثره، ولكن ملي كتلقى بان ماشي في المغرب كتقول الحمد لله. مؤخرا كانت انتشرت واحد الصوره ديال واحد الراجل كيغرق هو وولده، كانوا غاديين حارقين، وقال لك بان مغربي في الساحل المغربي كان غادي باش يهاجر سريا لاسبانيا الى اخره، فتبين بان ديك الصوره ديال شي لاجئ سوري في البحر مع تركيا هذه 4 سنين ولا 5 سنين باش كانت وقعت. واللي زاد الحمد لله خلاك ترتاح هو ان ذاك الراجل والولد كانوا ما ماتوش. دونك كاين يعني الاخبار الزائفه كثيره، والكثره ديال الاخبار اليوم والتوادير كيخليك تنسى ما كتعقلش بالضبط، ولكن اكيد ان الخبر الزائف كيأثر فيك. يعني لما اثرش فيك انسانيا كيأثر فيك في صورتك للمجتمع والبلاد، بعض المرات كتبدا تقول فين حنا، فين وصلنا، شنو دير، مي في الاخر كتلقى بان الخبر زائف. الله يهديكم، لان انا الا كانوا نشر الاخبار الزائفه ماشي مغاربه جو كومبرون، كنفهموا هذا الشيء، وحتى حنا زعما نواجهوا هذا الشيء، ما عندنا حتى شي مشكل، يعني نديروا كاع داك الشيء اللي خصنا نديروا باش نتصداو للاخبار الزائفه. ولكن اللي كيضرني بزاف هو ملي كيكونوا بعض المرات منابر اعلاميه ولا اعلاميين
ولا اصحاب صفحات اللي عنده غرض واحد هو انه يقلب عليه لايك ويقلب عليه فيو وما عندوش مشكل في داك الخبر والامباكت ديالو على المجتمع والامباكت ديالو على صوره البلاد. لان اليوم كنشوفوا ان كتوقع شي حاجه تافهه خبر تافه كنلقاو البي بي سي كدوي عليه وكنلقاو ار جي بلس كدوي عليه وكنلقاو المغاربي كدوي عليه من حقهم كمنابر اعلاميه. ولكن شكون اللي صايب من هذاك الخبر التافه ولا الزائف ماده اعلاميه للمنابر الدوليه؟ هذاك المنبر الاعلامي اللي في البلاد. فكنتمنى من قلبي انهم يغلبوا مصلحه الوطن ويغلبوا صوره البلاد اللي غيعيشوا فيه ولادهم على مصالحهم الخاصه.